من أحد قصور قرطبة نذكر سيرة أول خليفة للمسلمين في أوروبا، هو الأمير اليتيم وثامن أمراء بني أمية عبد الرحمن الناصر. اختاره جده للإمارة وجعله ولي عهده وقدمه على أعمامه وعمره 22 سنة لما رأى فيه من علامات النجابة والذكاء والشجاعة، فاستخف به الناس لصغر سنه، شاب صغير يحكم دولة تشتعل فيها الثورات والفتن. فكان عبد الرحمن الناصر عند حسن ظن جده به، فأخمد الفتن وأطفأ الثورات وفتح الحصون وجاهد المعتدين وقاد الجيوش بنفسه ونشر العدل والأمن. حكم 50 سنة عاشت فيها الأندلس أفضل عصورها، يعد من أقوى الأمراء الأمويين. لم يعرف طعم الراحة في حياته، قيل أنه عد أيام راحته فما زادت على 20 يوما. كان من يحكم الأندلس يلقب بالأمير، وإذا مدح قيل يا ابن الخلائف، فهم من نسل خلفاء بني أمية. ولم يتسمى أحد من أمراء الأندلس بالخليفة لوجود الخليفة العباسي. وفي عهد عبد الرحمن الناصر وبعد أن توسع ملكه وعظم سلطانه ودب الضعف والهوان في الدولة العباسية، سمى نفسه أمير المؤمنين، وكان يدعى له بأمير المؤمنين في منابر الجمعة. توفي في رمضان عام 350 للهجرة رحمه الله وغفر له.